casa. Proximity يعني يعني بناء على درجة تقارب، درجة تباعد، درجة جوار، حاجة قريبة من حاجة، تمام؟ فبنشوف البروكسيميتي عبارة عن أناليسيس عن علاقة الفيتشر باللي حواليه. علاقة الفيتشر أو الفيتشر كلاس أو الأوبجيكتس اللي عندي باللي حواليه. يعني إيه؟ يعني أنا بقول مثلا عاوز أعرف المسافة بين نقطة ونقطة. أوكي؟ عاوز أشوف نطاق تأثير ظاهرة معينة زي المدرسة. تمام؟ فمعنى كده إن أنا بحط في حسابي بعد بالديستنس. الأوفرلي. الأوفرلي يعني إيه؟ حاجة على حاجة، علاقة حاجة بحاجة. الناس دي كلها بحطها فوق بعض وبشوف العلاقة بينهم وبين بعض عاملة إزاي. والنتورك. حاجة لها علاقة بالشبكة بيحصل عن طريق الانترسكشنز اللي بتوين اللاينز وبعض. اوكي؟ النتوركس كده كده بتشتغل على اللاينز. تمام؟ ويبقى ليها فيتشر كلاسز بتتعمل لوحدها، قصة لوحدها كده، ان انا بقصر اللاينز اللي عندي دي بحولها لحاجة اسمها نتورك، مش كل اللاينز عبارة عن نتورك، لازم انا اعرفه ان هي نتورك. اوكي؟ دي بقى مش هنشتغل عليها. في الغالب بتوع الشبكات هم اللي بيشتغلوا عليها. احنا شغلنا عليها قليل. طيب بيقول البروكسيميتي مثلا عندي ثلاث اوامر مشهورين او يعني عاده بنستخدمهم في البروكسيميتي. امر اسمه بفر، وامر اسمه نير، وامر اسمه ديستنس. بفر يعني ايه؟ بفر ده الامر بتاع نطاق التاثير. يعني بقول له ايه؟ بقول له والله انا عاوز اعمل المدرسه دي بفر 500 متر. فانا عاوز اشوف نطاق التاثير في المدرسه 500 متر ضد نطاق التاثير. اوكي؟ فالنقطه 500 متر حوالين النقطه تعمل شكل عامل ازاي؟ طيب اللاين لا اما ريكتانجل صح؟ لا اما ريكتانجل وهاف سيركل من هنا وهاف سيركل من هنا، مش ممكن؟ صح؟ يعني ممكن تكون اللاين يا اما انا اقول ان هو ريكتانجل يعني خد يمينه وشماله بس واعمله ريكتانجل، او اقول له لا اعمل الهاف سيركل او الجابس الناحيتين. اوكي؟ طب والبوليجون والإليمنتس اللي في النص هياخد هاف كيربس أقواس عشان على نفس المسافة، المسافة اللي أنا قايلها عليها. البوليجونز ممكن يكون البفر لبره أو ممكن يكون لجوه. يعني ممكن أقول له هات لي 500 متر بره أو هات لي 500 متر لجوه. تمام؟ زي إيه؟ عندي مثلا حدود محافظة وانا عاوز اقول محدش يبني على حدود المحافظه في مسافه 500 متر. فانا هعمل ايه؟ اقول له اعمل لي بفر لجوه. صح؟ صح ولا لا؟ يعني عندي حدود المحافظه اهي، حدود المحافظه المستطيل اهو. فالناس بتبني هنا، عاوز اقول له 500 متر على حدود المحافظه محدش ينفع يبني عليها. فانا اقول له اعمل لي بفر 500 متر لجوه، يبقى نيجاتيف 500. تمام؟ يبقى دي المنطقه اللي هيبقى مسموح بالبناء عليها. اوكي؟ أو عندي منطقة عمرانية تجمع عمراني مثلا زي مدينة نصر، وعاوز أقول مسموح بالبنى في مدينة نصر على بعد 3 كيلو، عاوز أعمل اكستنشن عمراني. أوكي؟ فالناس اللي هتبني في ال 3 كيلو دول هديهم رخص. يبقى أنا هعمل إيه؟ هعمل بفر 3 كيلو حوالين حي مدينة نصر عشان أقول المناطق دي اسمها مناطق بلاد عمران. أوكي؟ الشوارع، عاوز أعمل الشوارع، عاوز أحول السنتر لاين بتاع الشارع الاريا. انا عندي الشارع بقول اسمه وعرضه وحالته مش عارف ايه. تمام؟ عاوز اشوف عرض الشارع، عاوز اشوف على الخريطه العرض ذات نفسه باين. يبقى انا عاوز احول اللاين لبوليجون. صح؟ ها؟ صح ولا مش صح؟ عندي دلوقتي اللاين بس
رسمين والطريق رسمين لاين سنتر لاين مش كده؟ عاوز انا اشوف الشارع على انه كويس هعمل له بافر بس هعمل له بافر بنص العرض صح؟ لو انا عندي اي العرض الشارع 20 متر هقول له اعمل لي بافر 10 متر هيطلع لي الشارع ايه؟ البوليمنت تمام؟ اوكي؟ عاوز عندي مثلا في التجمع العمراني هنا مثلا تجمع عمراني وعندي بيوت اهي وعندي هنا نقطة مدرسة وعاوز أشوف المدرسة بتخدم قد إيه؟ في المعايير العمرانية بيقول المدرسة المفروض تخدم يعني تكون نطاق تأثيرها مثلا 400 متر فهقول له اعمل لي بفر حوالين المدرسة 400 متر يبقى المنطقة ده هي اللي متخدمة يبقى المناطق دي مش متخدمة عاوز المدرسة تانية معايا؟ ده اعمله ازاي؟ يبقى انا هعمل بفر للمدرسة 400 متر نرجع بعد كده نشوف حكايه السلكشن احنا عملناه ايه الانترسكشن اللي مع البفر اوكي تمام يبقى دي عمليه البفر طيب النير بيقول النير بيجيب المسافه بين الاوبجكت في العاده بنقول بروكسيميتي في العاده اللفظ الدارج بيبقى البفر